السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى هاد لا فيديو يبقاكم بخير وعلى خير. فيديو اليوم غادي نديرو لي غوفر، بقى ديرو ساهلين. كنحتاجو واحد 4 البيضات، انا وصلتهم هنايا صفر وهنايا ابيض، عندنا شويه الملح، شويه خميره حبيبات ديال العجينه، عندنا واحد 4 الحليب والدقيق على حسب الخليط. اولا غنشدو بعدا البيض، طالو البيض ندير واحد مليحه مع الدقيق، لا ديروها مع هانيت، شويه الملح ملحوش بزاف، خميره غنديرها مع الحليب باش تطلق لينا شويه، نخلطوها مزيان باش تطلق لينا تاهي الخميره. شويه نخليوها حتى طلق شويه، نديرو فيها واحد قبيصه الملح باش قبيصه ديال السكر، صافي حنا وصلت دير شويه ونزيدو على هاد البيض هذا. بعد الملح شويه تخليوها باش تذوب، بعد غنزيدو الحليب، الدقيق نبقاو نزيدو بشويه بشويه، نتازم العناصر معاه. ملي نجمعو هذا تا هو غنمشيو نطربو ديال البيض، نديرو بحال التلج ونخلطو مع الخليط. طربو مزيان حتى يولي رطب، ميبقاش التكتلات ديال الفوق ديال الدقيق. على الطريقه هذه تنحصلوا واحد العجين ما يكونش جاري ما يكونش قاصح. دابا غنمشيو نطربوا بيض البيض ونرجعوا معاكم. احنا طربنا البيض بحال التلج، غنزيدوا على الخليط الاول درنا، صافي نبداو نخلطوا فيه نسجم العناصر. البيض البيض فاش طربتو زدت فيه واحد معلقه صغيره ديال السكر ديال سنيده، صافي نبقاو على الطريقه هذه ونسخنو لاباغي ديالنا، تدخل مزيان دهنوا الزبده ونبداو نخويو. صافي ها هي دابا وجدات لينا خواتي، ارتاح شويه شويه ماشي بزاف، الا سخن لك لاباري ديالك ونفرغوها ان شاء الله. صافي لاباري ديالنا من سخنات، دهناها بالزبده، نحطو واحد الكميه
صافي نسدو عليها، خليها شويه بالماء حد شويه ماشي بزاف. ها هما دابا حيدوهم، نعاود حتى تقرح. بسم الله نسرحوهم مزيان. نسدو عليهم حتى هما ملي يطيبو. دابا ملي كنطيبو ان شاء الله كلهم غادي نكملوهم، غادي نديرو لهم الشكلاط نذوقوه بالفريز بحال هاد الطريقة هادي. كيجيو زوين بالشكلاط، اللي بغا ياكل بها هكا كياكل، تما كيجيو زوينين. بهاد الطريقة هادي نزوقوه بشوية فريز ولا بنان ولا على حسب الطريقة اللي بغينا، كل واحد اش كيبغي باش يزين. أنا كيعجبهم بالبنان وتم فريز كيعجبهم بهاد الطريقة هادي. بهاد الطريقة هادي صافي. أو كنتمناو بغيتي نشوف أخرى غادي قريبة، كنتمناو يعجبوكم وضروري غيعجبو الوليدات إن شاء الله، وكنتمنى لكم التوفيق ونرجعوا ملي نكملوهم كاملين ان شاء الله. احنا خرجنا الخريط غنديروا دابا بالعسل، وكل واحد يزين باش ما بغى. صافي صافي، وكنتمنى هاد الكوفي يعجبوكم وتبنى لكم التوفيق، والى اللقاء. سلامه.